السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إن شاء الله من سورة النساء ومن الآية رقم 93. نبدأ وإحنا ابتداء كل حلقة بنقرأ فاتحة الكتاب والإخلاص والفلق والناس، وبنختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله. يقول زين العابدين رحمه الله: وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، اللي جمع الدنيا دي كلها في ايده، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ خد حاجه معاه؟ خد ايه معاه؟ ترك كل حاجه. قبل ما ترحل بقى خد حاجه معاك من اللي جمعته، ما تسيبوش كله للناس ولا كله للورثه كده. خد انت حاجه معاك لتنير لك القبر. تصدق، انفق في سبيل الله، اعمل لك حاجه ما تبقاش جلده. ادفع، ادفع بالتي هي احسن. احنا بناخد بعض الاحكام في القران. النهارده هناخد البسمله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ده قسم من الله، بيقسم عند كل سوره بأن أنا حوفي ليكم اللي أنا قلته ده. بسم الله عهد كده، اللي أنا قلته حنفذه ليكم. فمن كان مؤمنا فسيدخل جنات النعيم،
ومن كان كافرا فسيصلى نار الجحيم. فده قسم. ولازم تبدأ بأي سورة؟ بالبسملة. لازم تقول بسم الأول الاستعاذة، وبعدين تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث الصحيح رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا ما بدأ الله به. بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. انت مش هتيجي بقى تقولها ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله وكتبه إلى الملوك والعمال بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة إن شاء الله نكمل أحكام البسملة علشان الوقت. مين اللي معاه المايك هنا؟ قل لي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. يعني أنا عايزك تقول وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جميل. اللي بعده اللي ما أراش يقرأ. فانضل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم الميم لا تغني في المصحف أبدا ما دام عليها السكون. ما قلش إذا ضربتم، ما قلش الحمد لله رب الحمد لله كده على طول. نعم. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. اللي بعده: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. اللي بعده: لكن المد ده ولا تقولوا مد طبيعي بأن مده. اللي بعده: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. اللي بعده: مغانم. اقرأ. انت قلت مغانم ولا مغانمه؟ مغانم. طيب اللي بعده: فعند الله مغانم كثيرة. طب اللي بعده: كذلك كنتم. لا مش كذلك ده، اسمعوني بس عشان نعلم الناس اللي بيسمعونا دول. المد ده طبيعي. المد ده أمد إذا وقفت على مد، ويكون بعد المد حرف واحد، أقول إيه؟ عذابا أليما. اتفضل. كذلك كنتم من قبل فمن. لا 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 لا، أنا هقراها وهخليك تقراها تاني. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اقراها زي ما انا قلتها كده. كذلك كنتم من قبل فمن على مهلك. انا مش مستعجل، انا معاكم هنا لغايه العصر. قول لي كذلك كنتم من قبل. يعني لما نلاقي حرف عليه شده، الحرف اللي عليه شده الميم والنون يغنوا، والنون نشوف حكايتها ايه، تغنى او تخفى، ها وهكذا. يعني قل لي كذلك كنتم بس بسرعة كده. كذلك كنتم من قبل. ك...
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اللي بعده يقول لي كذلك كنتم برضو. كذلك كنتم من لا مش كنتم. الميم مع ميم تلزق شفايفك. كذلك كنتم يا راعي على مهلك بس على مهلك هقولها وتقولوها ورايا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تفضل قولها. كذلك كنتم يا اخوانا. ميم مع ميم الحرف اللي هو بدون تشكيل، ما دام بدون تشكيل دخله في الحرف اللي بعده، وما دام دخلته في الحرف اللي بعده يعني انت جبت غاموس لحمه ها ولا كوارع حطيتها في قلب الرغيف، فالرغيف اتنفخ، فالحرف اتنفخ وعلامته عليه الشد. يعني نقول ايه؟ شوف كنتم مين مع مين؟ مش كنتم من قبل. اتفضل قول لي كذلك كنتم. كذلك كنتم يا راجل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اللي بعده يقولها نفس الآية كذلك كنتم. كذلك كنتم تاني اسمع. كذلك كنتم مش كذلك كنتم. كذلك كنتم ما تنفعش يا اخوانا. تعلموا القرآن انتهزوها فرصة. اليهود ما بتتعلمش القرآن، الغرب ما بيتعلمش، بيحرق القرآن. حافظوا انتوا على القرآن، خليكوا جنود للقرآن يا حراس العقيدة. ما تغيبوش عن المقارئ اللي زي ديت، اي مقرأة اقعد فيها اتعلم فيها. شوف مش كذلك كنتم. كذلك اذا وقفت كذلك كنتم، الكاف مفتوحة ما حطلهاش الف، ابقى انا بألف القرآن من عندي. اقول لي كذلك كنتم. كذلك كنتم من قبل فمن فمن الله عليكم فتبينوا. يعني اسمعني بس ما خلاص فتبينوا. انت بتقطع لي الايات كده ليه؟ اللي بعده يقولها كذلك كنتم. على كل حال الرسول بيبشر اللي زينا، بيقول الماهر بالقرآن مش معاكم، مع السفرة الكرام البرر. اللي يقرا القران بس يعمل بيه، يقراه الاول قراءه سليمه صحيحه جيده. اوعى تفتح المصحف في بيتكم او تخش المسجد وتفتح المكتبه وتاخد قران وتاخد جنب وتقرا، ما تقراش. لازم تتعلموا القران. من لم يتغنى بالقران فليس منا. ورتل القران ترتيلا، لانه رتلناه ترتيلا. لازم تتعلموا القرآن. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ. إنما تقرأ بنفسك. والله اللي عاوز يعمل كوباية شاي لازم يتعلم يحط الشاي قد إيه والسكر قد إيه والمية قد إيه. كوباية شاي عاوز تقلب الطين تتعلم، أحسن ينشفوا منك أحسن يبقوا طراي. تتعلم النار قد إيه، التعليم يا إخوانا. إنما القرآن كده نقرأ بنفسنا مش ممكن. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فاكر انك انت بتتقرب الى الله بتتعبد. ابدا، ما دام ما بتتعلمش ما تقراش. صلي على النبي، اذكر الله كتير، بس مالكش دعوة. اذا كنت عاوز تبقى من اهل القرآن اتعلم القرآن لانه فرض كفاية. اللي انت بتقرا بيه في صلاتك فرض عين. يعني ايه فرض عين؟ اذا قل هو الله احد
قل أعوذ برب الفلق، إنا أعطيناك الكوثر، تبت يدا أبي لهب وتب. ليه تتعلموه؟ بس مش مطلوب منك أكتر من كده. أما إذا كنت عاوز تبقى من أهل الله وخاصته تتعلم القرآن. فضل قول لي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. الله يفتح عليك اللي بعده. إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله يفتح عليك. خبيرة دي في مثل، الناس تقول لك ايه؟ إن الله كان بما تعملون خبير. حتى مثلا إمام بيصلي يقول لك خبيرا الله أكبر، ده خطأ برضه. لأن أنا أمد المد إذا وقفت عليه إذا كان بعديه حرف واحد فقط مش حرفين. يعني ممكن إن الله بما تعملون خبير، ممكن صح كده. ليه بمد؟ إذا كان قبل المد بعد المد حرف واحد خبير. إنما عليما، أنت بتغني بقى كده عليما، لأنك ما تمدش، لأن بعد المد ده حرفين مش حرف، إنما حرف. أيوة مد عند الوقت، وكون المدود كلها بتاعتك واحدة. طيب معنى إيه بقى مع الكلام اللي خدناه ده؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إيه ده كل ده؟ إيه ده؟ ولله المثل الأعلى. يعني لو أنت بنيت بيت جميل جدا، أجمل بيت في المنطقة، وعملت فيه كل شيء جميل 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 من الداخل تحفة، وما فيهوش عيب أبدا أبدا أبدا، وجاء واحد بالبلدوزر كده وراح داخل فيه وهده، شعورك أنت إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده انت عملت فيه البدع. هذا البيت يجي كده في لحظة واحد يهده بالبلدوزر كده ويخليه كوم تراب. ولله المثل الأعلى. ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أجمل صورة بناه، ها، ونفخ فيه من روحه الإنسان ده، ويجي واحد يهد هذا البناء اللي ربنا بناه. وهو الراجل ده اللي قتل ده معاده برضه كده، بس انت قتلته بايدك. ربنا كان هو عاوز يموته بايده هو، انت تعجل. هو عمره كده، هو ما ماتش ناقص عمره، خدوا بالك. اللي انضرب بالسكينه ولا ها ولا وقع ببيت، هو ده عمره كده، بس انت تعجل، ها، ونفذت حاجه كان ربنا عاوز ينفذها هو، انت نفذتها ليه؟ ازاي؟ بنقرا بقى واحد قتل واحد علشان 10 جنيه، ها، واحد اتقتل جوزها علشان حبيبها، واحد قتل امه، واحد قتل مراته، مرات قتل جوزها وعملته كفته، ها؟ سبحان الله، شيء عجيب. لأتفه الأسباب، ها، بيهد هذا البناء اللي ربنا بناه. الرسول بيقول لزوال السماوات والأرض، شوف السماوات دي كلها، سبع سماوات انطباقة دي اللي ملهاش نهاية دي، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. إيه ده؟
ده الانسان المؤمن عزيز عند الله قوي بقى. وبعدين انت بتعتدي، ده مالك انت، ده ملكه، ده بناؤه، ده خلقته، اني جاعل في الارض خليفه، بتقتل انت الخليفه ده. علشان كده فجزاؤه جهنم. ومش ربنا حطه بس في جهنم بس، ده وعده قال خالدا فيها. وغضب الله عليه، الغضب ده مفيش رحمه خلاص انتهى. ولعنه، مطرود من رحمه الله ابد الابدين. طب ما هي جهنم اهي وانت حطيته فيها وخليته خالدا ولعنته وغضبت عليه واعد له عذابا عظيما. يا خبر ابيض. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله، اذا خرجتم للجهاد للرزق لاي حاجه، فتبينوا قبل ما تقتلوا حتى العدو، فتبينوا، شوفوا ده ايه، مش تقتل كده وعلولة. يعني واحد من الصحابة راح لواحد كان كافر، رفع عليه السيف، الراجل الكافر شاف السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له انت يا ولد الكلام ده هتضحك عليا، هات رقبته. قتلوا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. قال انا، قال له ده خاف من السيف يا رسول الله، قال اشققت عن قلبي، احنا مالنا، احنا لينا الله، واحد بيصلي ما اعرفش ده منافق ولا منافق، انا ليه، ده راجل بيصلي كويس خلاص، انا مال، انا واحد بيقول انا صايم خلاص، لما اشوفه فاطر، لما اشوفه ما بيصلي كده يعني. انما ده واحد قال اشهد ان لا اله الا الله، تقتله ليه؟ ايش عرفك جواه ايه؟ ما يمكن ما سحرت فرعون في لحظه، قالوا الأول بعزة فرعون هنغلب، وبعدين في لحظة قالوا افعل ما بدالك بقى، إنا آمنا برب موسى، خلاص اعمل انت. انتقلوا من الكفر إلى الإيمان في ثانية. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذا واحد قال لك السلام عليكم خلاص انتهى، اوعى تقول ده كافر، ما دام قالها صريحة، ولا تقتله ولا تيجي جنبه، ما دام قال السلام عليكم خلاص. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لا أنت كافر، لا لست مؤمن. تروح قتلينه تقتلوه، ما دام قال السلام عليكم تقتلوه ليه؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، عاوزين تقتلوه علشان تاخدوا الغنيمه اللي معاه، وتقولوا ده كافر. الله، ازاي تقتل واحد مؤمن او تقتل واحد بيقول السلام؟ ده ربنا اسمه السلام، وهو بيقول السلام، السلام عليكم. تبتغون عرض الحياه الدنيا، عاوزين يعني غنائم وتكسبوا شويه حطام. الدنيا فيها ايه؟ الدنيا زباله، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا دار امتحان بيمتحنك فيها، بيقول لك اكتب اللي، خد الكراسة اكتب اللي انت عايزه، اكفر، اسلم، تصدق، ترأي الناس، قول اللي انت عايزه في كراستك، واحنا هناخد كراستك ديت وهنفرقها يوم القيامة ونقول اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك اللي انت عملته، اللي انت كتبته، اقرأه. وكفى بنفسك عليك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. إذا كنت بتحارب في سبيل الله، إذا كنت بتسالم في سبيل الله، إذا كنت بتصادق في سبيل الله، إن كنت بتعادي في سبيل الله، كل شيء تعمله
يبقى في سبيل الله، تزور مريض في سبيل الله، تحارب في سبيل الله، تعمل معاهدة سلم يكون في سبيل الله، كله في سبيل الله. فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل، ما انتوا كنتوا كفر الأول، ما الرسول قالكم وانتوا لا تؤمنون بالله، وكنتم بتعبدوا أصنام، وكنتم زي اللي قتلتوه ده. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم بالإسلام فتبينوا، تثبتوا، شوفوا قبل ما تقتلوا ايه، اوعوا تقولوا ده في سبيل الله، اتأكد الأول. إن الله كان بما تعملون خبيرا، خبر أبيض على الآية. إن الله كان بما تعملون خبير، هتغشوا؟ هتقول أنا كنت بعمل وأنت في قلبك خلاف كده؟ بيفتش عن القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم. شوف أنت بتعمل إيه، لا بينظر لدقنك الطويلة اللي قد كده، ولا من غير دقن، ولا بشنب، ولا من غير شنب، ولا لابس جلابية بيضة ولا حمراء، ولا ماسك سبحة أبدا. أنت عملك إيه مع الله ومع الناس؟ إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا إله إلا الله. نقرأ مع بعض. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فتبينوا ولا تقولوا تبتغون عرض الحياة الدنيا. تبتغون عرض الحياة الدنيا. فعند الله مغانم كثيرة. فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أشكركم وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.